السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم. النهاردة إن شاء الله هناخد البارت الرابع والأخير من تشابتر 2 في قصة بلاك بيوتي، وبكده هنكون خلصنا يعني جزئين من التلات أجزاء أو فصلين من التلات فصول اللي عندنا في الترم ده، يعني خلصنا تلتين منهج القصة. الحمد لله ماشيين بشكل كويس، وبإذن الله خلال شهر 11 هننتهي من المنهج كامل سواء يونيتات أو قصة بإذن الله. يلا بينا نبدأ مع بعض. وأول حاجة الأسئلة اللي كانت في الفيديو اللي فات، الناس اللي كانت يعني متابعة معانا وبتحل بقى، دي الأسئلة اللي كانت في الفيديو اللي فات، تعالوا نحلها مع بعض. What did Gordon and his wife decided to do؟ كانوا مقررين إن هم يعملوا إيه؟ طبعا الإجابة كانت they decided to visit some friends. عايز يعني أديكوا حاجة برضو مهمة تاخدوا بالكم منها بره القصة شوية، ولكن مهمة في الإنجليزي بشكل عام. لما تلاقي السؤال بديد، طبعا ديد علامة ان احنا في زمن ايه؟ في زمن الماضي. فلما تلاقي السؤال بديد وتيجي تجاوب، دايما جاوب ايه؟ جاوب في الماضي. شايفين هنا الاجابة في الماضي البسيط، فدايما خد بالك من الحتة دي. لما تلاقي السؤال فيه دو او داز، جاوب في المضارع. تلاقي سؤال فيه ديد، جاوب في الماضي. تعالوا ما نكمل. How far was it to Gordon friend's home؟ وده كنا قلناه لو فاكرين، كان المسافة قد ايه؟ طبعا كانت 60 كيلومترز، معناها 60 كيلو متر. Who were pulling the carriage؟ مين اللي كان بيجر العربيات؟ مين يا ترى؟ طبعا مين؟ بلاك بيوتي وجينجر، الاثنين اللي كانوا ايه بيجروا العربيات. Why did they often stop before reaching the town؟ ليه كانوا بيتوقفوا؟ طبعا هيكون الاجابه they stopped to stay for the night and to feed and brush the horses. يعني ايه؟ كانوا بيتوقفوا علشان يقضوا الليلة، علشان ما يمشوش في الطريق بالليل، طبعا خطر، وكمان علشان يطعموا ويعني ينظفوا الخيول بتاعتهم. رقم خمسة، what was the young rider doing؟ كان عندنا شاب صغير كده بيسوق حصان، كان عمل مصيبة كبيرة جدا. طيب قبل المصيبة بقى هو عمل ايه اصلا؟ كان بيعمل ايه؟ كان واقف بيعمل ايه؟ كان he was smoking a cigarette، كان بيدخن سيجارة. تمام. رقم ستة، what caused the fire؟ ايه اللي سبب الحريق اللي قلب الدنيا في البارت اللي فات؟ the young rider's cigarette، الايه السجارة بتاعت الشاب الصغير ده. why was Ginger coughing؟ ليه Ginger كانت عمالة بتكح؟ ليه؟ طبعا قلقت بلاك بيوتي في منامه. الإجابة because the air was filled with smoke، لأن الجو كان ايه؟ كان ممتلئ بالدخان طبعا بسبب الحريق. What frightened Beauty and the horses even more؟ طبعا بلاك بيوتي والخيول التانية كانوا مرعوبين من النار، مرعوبين جدا، ولكن حصلت حاجة كمان خلتهم يخافوا أكتر. ايه هي بقى؟ فاكرين؟ طبعا الإجابة because the man carrying the lantern was worried، لأن الراجل اللي دخل عليهم بالفانوس هو كان نيته سليمة، الراجل يعني كان محترم ونيته سليمة وعايز يخرجهم بره وينقذهم، ولكن هو كان يعني ركبه بتخبط في بعض كده وقلقان، فهم قلقوا منه أكتر لأن هو أساسا قلقان، فإيه يعني ما قدروش إن هم يخرجوا معاه، فده خوفهم أكتر. تمام، دي كانت الثمان أسئلة اللي عندنا في بارت 3، كده جاوبناهم مع بعض. تعالوا بقى مع بعض نبدأ في بارت 4، الجزء الاخير. طبعا احنا وقفنا عند اخر سؤال كده زي ما كنا قايلين، ان هم كانوا مش عايزين يخرجوا مع الراجل ده، وجه الفارس النبيل بتاع القصه اللي هو جون مانلي، وهو اللي ايه جه يتكلم معاهم. تمام، ايه اللي حصل بقى النهارده؟ في اللي حصل النهارده او اللي حصل في البارت ده، ان هي سبوك سوفتلي. يا ترى مين اللي سبوك؟ مين ده اللي تحدث بشكل ايه؟ بنعومه وتحدث بشكل جميل جدا. طبعا ده كان مين؟ ده كان جون مانلي. جون هو اللي تحدث بايه؟ بشكل كويس كده. اند سو جنتل ويز مي، وكان ايه؟ كان طيب جدا او عطوف جدا ايه؟ معايا. بيتكلم بشكل كويس جدا مع مين؟ مع بلاك بيوتي. ذات اي ستوبد فيلينج فرايتند، خلاص طبعا لما اتكلم مع بلاك بيوتي بشكل كويس، طبعا بلاك بيوتي ايه؟ خلاص ما بقاش خايف بقى، اطمن. I slowly followed him out of the building and away from the fire. يعني ايه؟ يعني بلاك بيوتي مشي ورا، followed يعني ايه؟ يتبع، مشي وراه. مشي ورا مين؟ ورا جون مانلي، يبقى جون مانلي هو اللي انقذهم من الحريق، ولغاية لما خرج ايه؟ بره المبنى خالص وبعد عن الحريق. When I saw that I was safe، لما خلاص بقى شاف ان هو ايه؟ آمن خلاص،
I called out for the other horses to leave. طبعا ام ايه ام بلاك بيوتي نده على الخيول الباقيين يلا يا جماعة ايه اتحركوا بسرعة عشان تخرجوا. جينجر later told me that I had saved her. طبعا جينجر بعد كده جينجر كانت لسه جوه ما رضتش تخرج برضو. بعد كده ايه بعد ما الموقف انتهى بقى يعني والاحداث خلصت وعدت وكده قامت جايه قالت له ايه يا بلاك بيوتي انت ايه انقذت حياتي. By now the fire was bigger and just as John led Ginger away from the fire يعني ايه بالوقت اللي هم خرجوا فيه بقى ده بلاك بيوتي خرج فيه النار كانت عماله تكبر وتكبر وتكبر لحد امتى بقى؟ لحد ما جون خرج جينجر الحمد لله من ايه from the fire من الحريق. The building collapsed يعني ايه المبنى انهار وقع كله على بعض. تمام؟ طيب معانا جزء اخير ونبقى خلصنا التشابتر ده. Finally some firefighters بعض رجال الاطفاء arrived to put out the fire علشان ايه؟ علشان يطفوا الحريقة. After many hours بعد ساعات كتير the fire was no more. طبعا ده واضح ايه ده يبين لنا ان الحريق كان كبير جدا. ليه؟ قعدت ساعات كتير بيقولك after many hours يعني قعدت عدة ساعات. When we arrived at the house of Squire Gordon's friends لما وصلوا بقى الحمد لله يعني كانت رحلة طبعا البتاع اسمه difficult journeys يعني رحلات صعبة ففعلا يعني شابتر فظيع. لما وصلوا الحمد لله بقى عند اصدقاء سكوير جوردن the next evening في الليلة التالية تاني ليلة يعني everyone was talking to John كله كان عمال بيتكلم مع مين؟ مع البطل وفارس القصة النبيل اللي هو جون. بيقولوا له ايه بقى؟ It is one of the hardest things in the world to move horses when there is a fire. دي واحدة من أصعب الأشياء في العالم إن أنت تحرك الخيول لما بيكون في إيه؟ لما بيكون في حريق. ليه؟ لأن لما بيكون في حريق الحصان مش هيسمع كلام حد، بيكون خايف إن هو يتحرك من مكانه، عارف إن هو في خطر ولكن خايف إن هو إيه؟ يتحرك. Said Square Gordon's friend ده صديق إيه؟ صديق سكوير جوردن هو اللي قال الجملة دي. What you did to help them was amazing اللي أنت عملته يا جون علشان تساعدهم بيه ده كان ايه كان شيء رائع. ودي كانت اخر حاجة اتقالت في تشابتر 2 الحمد لله كده خلصناه. تعالوا اما ناخد الاسئلة اللي عليه. اول سؤال What stopped Black Beauty from being frightened ايه الحاجة اللي خلت Black Beauty خلاص ما بقاش خايف ايه هي؟ طيب Who saved Ginger and how مين اللي انقذ Ginger لو فاكرين and how وازاي انقذها. What happened to the building when the fire became bigger؟ ايه اللي حصل للمبنى لما الحريق ازداد بقى وبقى كبير جدا؟ طبعا رقم 2 ده انا عارف ان انتوا هتختلفوا فيه ولكن عايز اشوف اجابتكم هتبقى عامله ازاي وهنتكلم فيها نتناقش فيها برضو يعني. Who came to put out the fire؟ مين اللي جم علشان يطفوا الحريق؟ سؤال اي عيل في ابتدائي يقدر يجاوبه ولكن ممكن يجي لنا فايه محطوط اهو. Why do you think everyone was talking to John؟ تفتكروا ليه؟ سؤال مهم ده. ليه؟ كان كله عمال بيتكلم مع جون. رقم 6 in Gordon friend's opinion من وجهة نظر صديق جو الصديق سكوير جوردن what is one of the hardest things in life ايه الحاجة اللي من اصعب الحاجات في الحياة؟ قال له طبعا جملة كده وفيها حاجة من اصعب الحاجات في الحياة ايه هي بقى؟ وكده الحمد لله نكون خلصنا تشابتر 2. طبعا المرة الجاية بإذن الله هتكون كفيديوهاتنا بقى مع بعضنا كده يعني في المنهج المره الجايه باذن الله هتكون يونت 6 ولكن بالنسبه للقصه المره الجايه الحاجه اللي هنتكلم فيها في القصه هتكون ايه؟ هتكون المراجعه اللي على تشابتر 2 زي ما عملنا مراجعه على تشابتر 1 وبعد ما نخلص بس دي طبعا هتكون بعد ما نخلص يونت 6 باذن الله وبعد ما نخلص يونت 6 هيكون كمان في مراجعه على يونت 4 5 6 دي تكون مراجعه تلت المنهج الثاني عشان نكون انتهينا من تلتين المنهج ان شاء الله يعني ربنا يقدرنا ونعمل كل الحاجات اللي احنا قلنا عليها دي قبل نهايه الشهر خلال التسع ايام دول. ويا ريت يا شباب لو انتم شايفين ان الشرح يعني بينفعكم وان الشرح كويس يا ريت تساعدونا وتوصلوا الشرح لبقيه زمايلكم سواء في على الفيسبوك مثلا او ان انتم ترشحوه ليهم يعني وانتم ايه بتقابلوهم او بتشوفوهم يعني هتكونوا بتساعدوهم ان هم يشوفوا شرح انتوا شايفين ان هم ان هو مفيد وكمان هتكونوا بتساعدونا عشان ان احنا نكبر ونبقى افضل باذن الله في الايام اللي جايه. اتمنى الشرح يكون عجبكم واكون بسهل عليكم القصه واقدر اوصلها لكم بشكل كويس. اشوفكم على خير ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
you.